Your Royal Highness, it's not a صاحب أسوان الملكية، إنه ليس يوم مش مثل يوم في الرياض، ولكن دائما تجلب لنا حضورا مشرقا ومشعا. ودائما أقول للجمهورية ما قلته للصحفيين في فيينا، أنصحكم جميعا بالاستمتاع بهذه الشمس التي تشرق في منصتنا اليوم. That would be an amazing plot twist. Well, I think your mom and I had conspired against you. أعتقد أننا تآمرنا ضدك البارح. وقلت لها أنني سأغير لغة الحديث اليوم، ليس العربية السعودية ولكن حتى العربية الفصحى، حتى وإن ضحكت فسأتحدث العربية الفصحى. نفس القهقهة ايش اسمها المسلسلات can you try قهقهة؟ I'll refrain I'll spare our audience today. إذن صوت فرصة للجمهورية صاحب السمو الملكي. أنا بجد أنا فخورة وممتنة جدا. إذن أصررت على اللغة الإنجليزية، هل أردت هل نحتاج إلى الإنجليزية السعودية؟ أو نوعا آخر من الإنجليزية أو إنجليزي بلهجة الدرعية ربما. أنت خريجة أكسفورد، لذا ربما ألوي لساني قليلا لأكون أتحدث بلغة أكسفورد، أو ربما أتبع نموذج الحديث بتركيز على حرف الآر تحديدا. الخيار لك. ولكن رائع جدا عندنا في قطاع الطاقة، نحن قطاع متنوع إلى حد كبير جدا، فنحن نغني ونلعب على سياق الموسيقى التي تلبي طموحاتنا. سنقوم بكل ما يجعلك شعر بأريحية صاحب السمو الملكي، ولكن أقول للجمهور سيكون الحديث بديهيا ومنساقا بصورة طبيعية، ولذا قمت بإعداد عدد من الأسئلة. هذا أكبر حديث بديهي يمكن أن نصل إليه في هذا الحوار. إذن سنبدأ بالسؤال الأول ونرى أين سيقودنا هذا النقاش، ولكن سأصحبك صاحب السمو الملكي أمرا باعتقادي. الكل يتحدث عن شخصيتك العظيمة، دائما معروف بذكائك وكاريزمتك وأيضا حس الفكاهة أيضا. هذا الرأي تعرف زوجتي، ولم يكن أن أؤثر أو نعطي تغييرا في هذا الرأي الآن ونحن في حديثنا هذا. لكل المصلين إلينا أو الذين يأخذون الحياة على بحر الدج، منشغلين بالخطوة التالية في مسيرتي المهنية أو الجامعة التي سترتدونها، يمكنك الحديث صاحب السمو الملكي عن الاستثمار في الذكاء العاطفي. ربما سأكون صادقا وسأكون صادقا، أتحدث عن أعمال متعمدة في حياتي قد أخذتني في مسارات مختلفة، ويشمل ذلك كوني خارجا عن إطار المألوف. كنت شخصا أقف على جوانب الحديث، والآن أعرف معنى ذلك تحديدا. إذا كان بإمكانك استخدام الوقت أو استغلال الوقت لتحسين ميزاتك، إذا لا تبقى دون حراك وتجعل كل هذه الأمور تمر عليك مرور الكرام. لابد أن تستمر في أن تكون قاتلا صامدا، بأن تقول أنا ستتاح لي الفرصة وستتاح لي الوقت، ولكن لا يمكن أن أكون مهمشا أو أقف على جوانب مرأى الناس وأن أتمكن من تطوير نفسي، وبالتالي عندما يحين الوقت يمكنك أن تنتهز الفرصة. أنا من شخص
بين الآلاف والآلاف من الناس، ممن بعضهم كان لهم حظ جيد وأتيحت لهم الفرصة في وقت مبكر أو في وقت متأخر، ولقد كنت محظوظا بتحدي هذه الفرصة لي في وقت متأخر، ولكن هناك من أتيحت لهم هذه الفرص وآخرون، وكما يقول فرانسين سيلافي، لم تتح لهم الفرصة بعض. ولكن في كل ما ذكر لابد أن يكون هناك سبب لوجودنا. نحن بشر، لدينا عقول ولدينا عواطف، ولابد أن نعيش نوعا من الحياة، لابد أن تكون لدينا طموحات وأسر، ولابد أن يتطلع أبناؤنا وينظر أباؤنا إلينا نظرة القدوة، وأن نحدث معنى حقيقي في حياتهم لتأكد من أنهم لهم شخص الأب هذا، شخص الأب هذا لابد أن يكون خالصا. نتعامل مع جيل ذكي جدا، ولديهم أدوات أخرى تزيد مستوى ذكائهم. فنحن نتحدث عن طفل البارحة، نتحدث عن طفل مرتبط بكل ما يدور حوله في العالم. نعم، بالطبع القدرات متنوعة على حد كبير جدا، والقوى متنوعة، وتكون المعلومة متاحة لهم خلال ثواني في أيديهم. الآن كل شخص لديه الوسيلة ليكون جزء من هذا العالم باختيارها أو باختيارها، وفي سن السادسة أو حتى في سن 90 من عمره. نتحدث عن أخذ الأمور على ببساطة. لم أخذ الأمور بكل بساطة في حياتي، ولكنني أخذتها وهي تتحسن. أخذت الأمور على محمل تحسنها. تود أن تكون شخصك وأن لا تكون متظاهرا، وإذا كنت متظاهرا لا تعتقد أنك يمكنك خداع العالم. أعتقد أن الأغبياء فقط هم من يعتقدون، ممن هم نرجسيين، يعتقدون أنهم لديهم القدرات ربما لخداع الآخرين والتظاهر، وأن يمر الأمر مرور الكرام، والأمر لن يمر بهذه السهولة. أقول لكم نعم، استمتعت بحياتي بكل كما أردتها، وعلي أن أعترف أيضا زوجتي هي جزء مني، وأطفالنا هم حلم حياتنا بالفعل. لذا أنا محظوظ، ونحن محظوظون جدا باستضافتك صاحب السمو الملكي. في العديد من المناسبات تحدثت عن بغضك لشخصية النرجسية، وكنت واضحا جدا حول عزل الشخص نفسه من دوره لأداء هدف أسمى. وأيضا هناك ميزة أخرى تمتاز بها، هي تواضعك. ولقد قلت في منصة مصر قبل ذلك، أنا تجسيد للأخطاء، وأعتقد أن المقولة الأصح هي كيفية تواضعك لخدمة العامة. ما الذي جعلك على هذا القدر؟ أما التواضع برغم منصبك وسلطتك وامتيازاتك وأدبك إلى هذا التواضع. بكلمة واحدة، الثقة بالنفس. أنا أعرف من أنا وإلى من أنتمي وما الذي علي القيام به، ولا أخجل من تشارك في كل ذلك. ولكن أعرف أنك إذا أردت للناس أن يعملوا معك لابد أن تتواصل معهم بأكبر قدر من التواضع والإحساس، إحساس الزمالة أيضا، لأنك إذا تواصلت معهم بأي أسلوب مختلف وستكون أضحكة المستقبل، ولم أرى أضحكة يتقدم. ولقد أتيحت لي النرجسية وكل هذه الأمور والخداع الكل مر بها، وأعرف
أن هناك تجارب سيئة مرت بها وعملت مع ناس عملوا مع النرجسيين والمخادعين وكل أولئك وأرى ما فعل ذلك بي وما فعل ذلك بي. أخجل من نفسي لأكرر كل ما كنت أقوم به. وأيا كان الذي تمر به وخاصة التجارب السيئة لابد أن تعيد نفسك بأنك لن تعود أو تكرر هذه الأخطاء عندما تتاح لك الفرصة. وهذه الفرصة تتاح لك لإحداث العدالة لأناس عانوا مما عانيت منه. قل لي أي شيء نقوم به في هذه البلاد لا يتطلب الآلاف والآلاف من الناس للعمل بجد لتحقيق ذلك. برأيكم كيف يمكن تحقيق كل هذه الإنجازات دون روح الفريق التي لابد أن تكون ركيزة الأهم لتحقيق ذلك؟ بالتأكيد صاحب السمو الملكي أتفق معك تماما. وأعتقد أننا جميعا نسعى لإحداث أثر حقيقي كما ذكر صاحب المعالي بدر البدر، كون الشباب جزءا من الرؤية والتحول وبينهم يحاولون تحقيق طموحاتهم، يريدون أن يرون قدواتهم من حولهم. وهذا الشعور بالصمود في تحقيق خدمة العامة. عندما بدأنا حوارنا صاحب السمو الملكي وعندما تبعناك لسنين عديدة، فأنت تعيش النسخة الأصيلة من نفسك دون أي تعذر. ليس علي الاعتذار عن أي شيء، ليس لديه ما أخفيه أبدا. هناك الناس ما لديهم كثير ليخفوه، بعض الأشياء نخفيها، ولكن ليس لدي أي شيء أخفيه. هنا وأقول مرة أخرى، مع ذاتي. When you are in peace with yourself, yes. And your عندما تكون في حالة تصالح ذاتي وتكون مدركا واعيا لما تقوم به وليس لديك أي شيء تخفيه أو شيء تخجل منه، يمكنك أن تكون ذاتك أو تحقق ذاتك ونفسك. وأعتقد أن الأمور يسهل قوله في مقابل تجسيد هذه المثل وهذه القيم لنعيش بها، وأنت دين حي على ذلك. صاحب السمو الملكي تعيش في تصالح كامل مع نفسك، وأعتقد أن هذه أهم الميزات التي يمكن لأي شخص أن يلهم بها. إذن برأيك ما الذي تقول في الشباب منهم في رحلة مبكرة لاكتشاف ذواتهم وكيف يمكنهم الوصول إلى هذه المرحلة مع تصالح نفسي أو التوازي مع أو التصالح مع أنفسهم؟ للمحترفين شخصك الذاتي أو شخصك الداخلي، سواء كنت محترفا في لعبة كرة القدم أو في الهندسة، الأمر هو ذاته. كل المحترفين الشيء الأهم هنا هو أن تركز على شيء تبدع فيه وتتقدم فيه وأن تعرف ما هو شغفك. لأنك وجدت ذلك الشغف فذلك سيكون الدافع لك لتحقق كل شيء آخر. ستكون مهتم جدا ورائدا في للقيام بما تعتبره صحيحا وأن تكون طموحا لترسل إلى مرحلة دائرة مكتملة. من قال أنك ستعمل في هذه في مجال محدد؟ فهذه كل مجال يشمل كثير من التخصصات، وهذا يقودك ربما تتحدث عن سياسات الشرق الأوسط أو أن تكون مدققا أو أيا كان نطاق عملك، تصبح حاضنا لكل هذه التخصصات. الانتقال من خطوة إلى أخرى. ولقد أعجبني جدا ما قلته عندما تحدثت عن الهيدروجين، ولكن هذا ما أعنيه تحديدا، أنك تنتقل من تخصص إلى آخر لأنك تحاول فهم كل هذه الأمور باكتمال.
وهذا سيعطيك الثقة إذا كنت شخصا واثقا من نفسك، فستصل إلى حالة الصلح الذاتي هذا، وهذه الثقة وهذا السلام الداخلي سيسمح لك بأن تكون ما أنت عليه بين الناس، لأنه ليس لديك أي أمر تخفيه وليس هناك ما تخجل منه عن نفسك، فأنت تنتهز الفرص لتري الناس ما أنت عليه تحقيقا. وبينما نستمر في موضوع الإخلاص والأصالة، أعتقد أنك أيضا ذكرت مصطلح البدونة، أو أنك أوجدت هذا المصطلح. ونحن في المملكة نحقق التحول ولكن نحافظ على بداوتنا، وهنا في الدرعية مهد المملكة العربية السعودية وارتباطنا بأصالتنا وتاريخنا، الكل يستمع لنا، ليس الشباب السعوديين فحسب. هذا سؤال يدور في أذهان الشباب، دور الشباب في الحفاظ على العادات والتقاليد ودورها في عالم أصبح أكثر ارتباطا بالتقنية. لدي أمثلة واقعية هنا، لدي جيري من الصقلية، فترون الجانب الصقلي فيه، وهو فخور بكونه صقليا، ولكنه أيضا فخور بكونه داني معنا في مشروعنا هذا، لمشروع أجدادنا هنا في الدرعية. وبالنسبة لي هو تجسيد، بمثابة تجسيد لما عليه أن يكون الشخص العالمي. وفي النقاش الذي أجريته معه قلت أن الركيزة الأساسية لتحقيق كل ذلك هو التحمل، ويمكنهم استقرار الكثير من الشخصيات في حياتهم، وهذا يسمح لك بالتفاعل مع الجميع لإظهار ألوان مختلفة أطياف شخصيات الآخرين، وأيضا أن تتحدث عن شخص ذو توجه واحد، لكن ممكن أن الشخص متبين كل التوجهات، وأنا ذاك سيبدأ الناس يتحول الناس إلى شخصيات عالمية في مقابل الشخص ذو العقلية المحدودة. ولكنني أود أن أركز أيضا على أنه خيار القيام بذلك، هذا لا يعني أنك تتخلى عن تاريخك وإرثك وألوانك وشخصيتك، ألوانك الحقيقية، يمكن تغيير ألواننا الحقيقية. وأتمنى أن نغير ديننا أيضا، ولا يمكننا أن نجتث أنفسنا من أصولنا. لذا علينا أن نعرض للآخرين من نحن ونحن عليه، والأهم ما مدى ارتباطنا بما سنكون عليه في المستقبل إذا أتيحت لنا هذه الفرصة في عالم أكثر صبرا وتحملا، عالم يتقبل كل المجتمعات وكل الأديان. هذا هو نداءنا، لذا بد أن نركز على هذه النقطة. نعم نحن بدويون وسنستمر في كوننا بدويين، هذا ليس خيارنا، هذه هي الحقيقة. ولكن هل نحن فخورون بما نحن عليه؟ هل يمكن لهؤلاء البدو أن يصبحوا مواطنين عالميين؟ نعم نحن نثبت ذلك. هل يمكن المنافسة في كل الساحات الدولية؟ نعم يمكننا ذلك. هل البداوة ستخذلنا؟ لا، ولكنها ستشعر شرة بداخلنا. قال لي شخص أنا بمثابة حجرة صغيرة في مسك، لم يكن خجولا جدا من مقارنة نفسه بهذا المخلوق الصغير. الآن هذه العاصفة الرملية، كنا نستمتع بالعاصفة الرملية في الماضي، ليس يوما مش اليوم، ولكن هذه العواصف الرملية تخبرنا بأن المطر سيهطل. Your mom is laughing because she knows it. She's enjoying the event. نعم نحن نعرف هذه الحقائق، كبدو نعرف ذلك، نعرف أن مرور مثل هذه العاصفة الصغيرة تنتهي بهطول الأمطار، فنحن نعرف ذلك. السؤال هو
لقد انتظرنا هذه اللحظات للأمطار بترقب، وكنا بانتظارها نعم هذا وقت حقيقي لننظف دواخلنا، لنوضح للآخرين بأننا لا نختلف عنهم أبدا. صاحب السمو الملكي، هناك نقطة مهمة جدا سأنهي بها نقاشنا إذا سمحت لي. فلقد كنت داعما مسموعا من قبل الجميع للشباب، فأنت تشير إلى الشباب أنهم مصدر الطاقة الحقيقي الذي يقود هذا الشعب، ولقد انضم إليك كثير في وزارتك من الشباب، ولكن ما يثير اهتمامي كامرأة هو أنك مكنت الكثير من الشابات في قطاع يسود أو يسيطر على الرجال. وعندما تتحدث عن زملائك فدائما ما تقول كلمة زميلاتي قبل زملاء، ولا أدري ماذا كان ذلك متعمدا. اسألي أي شخص يعمل معنا في أو أي شخص يعمل في كل قطاعات الطاقة، إذا كان هناك شخص يذكر الزملاء قبل الزميلات أعتقد أنه ستفتح أبواب الجحيم عليه. أقول إذا الأمر إلزامي، لا أنا أقدر ذلك. وفي أحد الفعاليات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قال ذلك في أحد الفعاليات، قال هذا الشخص هو من يقدم كثيرا للنساء، لكنني شعرت بالفخر بالفعل في تلك اللحظة عندما أشير بذلك من قبل سمو ولي العهد. إذن من أراد رؤية ذلك على أرض الواقع يمكنه زيارتنا في الوزارة. وأنا فخور جدا عندما عملت كوزير، عملت العمل كوزير للطاقة، كانت لدينا 6 نساء يعملن معنا، وكانت لدينا تلك الغرفة هذه الغرفة ذات طبيعة الدخول المحددة والخروج منها بطريقة محددة. وأذكر محمد كان معنا هنا في هذا الفريق لمعرفة كيفية إعادة تصنيع منشآتنا أو إعادة تشكيل طريقة الدخول والخروج من منشآتنا. ولكن هذا كان المبنى القديم آنذاك، وأعتقد أننا قد وصلنا إلى 410 أو 400 من الموظفات الشابات معنا أو من النساء العاملات في الوزارة. وأخبر أصدقائنا في أرامكو وسابق أيضا أخبرهم، إذا تحدثنا عن النسب فإن نسبنا أفضل. إذا المشرع الآن يدفع بالمشرعين المشرعين عذرا المشرع يدفع المشرع لهم ليتخطوا هذه النسب والأرقام، وأنا مدين لهم حقا. ولابد أن نسمع ما سأقوله تاليا، إن جودة النساء العاملات معنا في هذا النظام أو في هذا القطاع على درجة عالية من التنافسية، حتى أن الشباب يجدون صعوبة في التنافس مع النساء العاملات في قطاعنا. سأعطيكم مثالا آخر، تشرفت أيضا أن صاحب السمو الملكي ولي العهد أن أكون رئيس مجلس الأمناء عندما عملنا في الجامعة. في هذه الجامعة كان الدخول إليها صعبا جدا، وقبل عامين سمحنا للطلاب حديثي التخرج بارتياد هذا المكان. حوالي 50% من الطلاب المقبولين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هم من الإناث، وأتمنى أن السنة القادمة أن الغالبية سيكون من النساء فقط لأثبت هذه النقطة وهذه الحقيقة. وأقول للجميع، إذا أردتم أن تكون هذه الدولة فعالة، هناك ركيزة واحدة، هناك الآن
هذا الأسلوب الوحيد الذي سيمكننا من تحقيق أهدافنا. On that beautiful note, Your Royal Highness, it's been an absolute pleasure. صاحب السمو الملكي كان من داعي سروري تواجدك معنا وتشارك حكمتك وحسك معنا في هذه الجلسة. أشكرك صاحب السمو الملكي تواجدك معنا.